حملة مداهمات روسية جديدة ضد التتار في القلم المحتل، حيث قامت أجهزة الأمن الروسية بمداهمة منزل المواطن التتري يونس سيتوميرف في مدينة ستاري كريم بشبه جزيرة القلم المحتلة، وذلك في الساعة 46 دقيقة من صباح اليوم الاثنين. الناشط الحقوقي التتري مصطفى سيدلايف أكد أن عملية المداهمة والتفتيش جرت بطريقة غير قانونية، بحيث لم يقدم المعنيون أي وثائق بخصوص هذه العملية. من هي الجهة التي قامت بالتفتيش وعلى أي أساس؟ لا يوجد أي محضر أو أي وثائق أو حتى تصريح بالتفتيش. قاموا بتصوير غير قانوني لجميع الأشخاص الذين جاءوا لدعم هذه العائلة.